البحث وحده عن تاريخ فن قص الورق كان بداية انطلاقة الخرس ليبحر في عالم من الإبداع. وهو البداية كانت تقريبا قبل 4 سنوات، وكانت بمحض الصدفة في مكتبي في دوامي اللي أنا أشتغل فيه، كان قدامي ورق الأيفور العادي الطبيعي اللي الكل يستخدمه، وموس مال كرتون. أول واحدة صورتها كانت شخص ماسك مثل شبكة وبيصيد الماوس مال الكمبيوتر، فهاي كانت أول واحدة، وهذا اللي ردت كان لها ردات فعل كبيرة. وبعدها عرفت إنه هو بحر كبير، وبديت أدخل بالموضوع، وكان يعني الصعوبة إن الواحد يلقى له خط داخل هذا الفن. أغلب الناس يعتبرون فن قص الورق من الكرافت وليس من الفنون. أغلب الفنانين اللي عندهم المواهب ذاكرته بين ذاكرته أو مخه وبين إيده اتصال مباشر، فالفكرة اللي براسه يقدر يعكسها على طول على الورقة. في من أهدافي يعني إني أنا أقول حق الناس إن لا، هذا فن. هذه أنا أكثر واحدة، هذه اللوحة أكثر لوحة يعني عاطفياً بتمسك فيها. يعني هذه بعض الساعات أنا أعتقد يعني أي فنان يقدر يعني مثل ما تقولين يشاركني الرأي أو الفكرة، إن في بعض اللوحات من الصعب إنك أنت تعيدينها أو إن لعتيها تقدمينها بنفس الجودة. فن قص الورق في أكثر من مدرسة. واحدة من مدارس قص الورق اللي هي استخدام اللي هو السلوات اللي هو فن الظل، لكن الفن هذا اللي أنا هو مشتق من هالفن، لكن له أكثر من بعد. يعني الفن القديم هذا كان له بعد واحد اللي يعطيك السلوات مال الوجه.